السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا بدي اقص لكم هاي القصة قبل فترة صارت وياي. اجيت انا من يم الجراج وطالع انه على احد الاصدقاء، فمريت على احد المستشفيات، ما اريد اذكر اسم هذا المستشفى خاطر ما يقول يطعن بي ولا يقول انه يطعن بالكادر. فتلقت وياي امرية كبيرة بالعمر وتعبانة خطية. صاحت شيخ الله يساعده، قلت له هلا بيك يمه مرحبا. قالت يمه ما تخلصونا من هاي المشكله اللي بيها احنا، عبالها احنا دوله عبالها فد شيء. قلت له شنو المشكله؟ قالت يا يمه الله وكيلك، 5 مرات 6 مرات يودوني يقولون لي روح جيب لنا مغذي. تقول انا سجلت باص بالمستشفى، من سجلت هذا الباص تقول قالوا ماكو مغذي بداخل المستشفى. تقول رحت افتريت كل الصيدليات اللي معزله واللي ما بيها ما بيها. تقول ورجعت اخر شيء واحد من الكادر قال يا يمه ترى ضامينهن، انا راح اعطيك واحد من ذن المغذيات بس لا تقولين، لا تقولين يا يمه انه فلان اعطانا هذا المغذي، قولي جبته من برا وانهى الموضوع. خوش انا بدي اسالكم بالله، انت يا مدير المستشفى وانت يا الكادر اللي موجودين الشرفاء، ما اريد احكي غير حكي بس اقول الشرفاء، بالله عليك المن نظم هذا الدواء؟ طبعا الضمه تعرف المن تاخذه؟ تاخذه للصيدليه اللي انت تقول خلي يشترون من عندها، ضامة للصيدلية، والصيدلية هاي طبعا خاصة بيك، ومن يدخل عليك مريض وتروح عليك للخاص هناك تطي ورقة وتكتب له مشفرة، خاطر من يوديها الغير صيدلية ما بعد ما ذاك صاحب الصيدلية ما راح يعرفها إلا للصيدلية المعنية إلا صاحبك، لأنه شنو مطيك بعض الدراهم. بس أنا أقول العتب مو عليك، العتب على اليمين اللي أديته بأثناء تسلمك شهادة الطب، والله زحمة عليك وعيب عليكم أنتم، عيب عليكم ولكم الناس فقرة، أكلتوا الناس ضحكتوا على الناس، بالإضافة تجيبوا لهم إلى أدوية فاسدة أكسباير وتبيعونها لهم بأسعار غالية. يعني هذا اللي يبيع ثلاجته وهذا اللي يبيع المجمدة وهذا اللي يبيع التلفزيون مالته، وعلى أساس يطيب نفسه يمك أنت.